بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في سلسلة دروس تعليم كيف أقوم به. النهاردة هنتكلم إزاي نعمل نخلي الويندوز لما يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أو مقطع قرآني أو بسملة زي ما نشوف مع بعض. نبدأ، هنجيب ستارت سيتنج كنترول بانل، ساوند اند اوديو، نجيب ساوند التابة بتاعت ساوند، ندور على حاجة اسمها ستارت ويندو، هنلاقي ان الساوند بتاع الويندوز اللي هو ويندوز ستارت اب اللي هو الديفولت بتاع الويندوز ده، الصوت ده مثلا. فاحنا عايزين نختار مثلا مقطع قرآني او بسملة، بسم الله الرحمن الرحيم مثلا. هنعمل براوز ونشوف المقطع اللي احنا عايزينه سواء قرآني او بسملة احنا حاطينه مثلا فين على الهارد. انا هنا حاطه مثلا في الميديا، مقطع بسم الله الرحمن الرحيم لازم يكون بامتداد ويف، لانه ما بيقبلش لا امتداد ويف، ما بيقبلش لا ام بي 3 ولا ار ام ولا رام، ما بيقبلش لا امتداد ويف. فلو عندنا اي مقطع قراني او بسمله باي امتداد تاني بنحوله باي برنامج تاني مثلا زي الفيديو كونفرتر او اني فيديو كونفرتر، باي برنامج تحويل يعني بتحوله الويف عشان يشتغل معاك. فاحنا هنختار مثلا المقطع دوت بسم الله الرحمن الرحيم مقطع بسمله. نلاحظ ان هنا الساوند بقى ظاهر بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لو جينا نشغله ونجرب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. زي ما احنا شايفين بقى الستارت بتاع الويندوز بقى هو بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل ابلاي واوكي كده. اول ما نعمل ستارت للويندوز اول حاجة هتشتغل بسم الله الرحمن الرحيم، وممكن نضيف مقطع قرآني آية قرآنية زي ما احنا عايزين، مهم تبقى بامتداد ويف. أرجو أن أكون وفقت في شرح هذا الدرس، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم سمسم في بي منتدى عمرو خالد دوت نت. السلام عليكم يا شباب.